يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زميلكم أحمد سامي، ورجعت تاني مع منتج فيديوهاتك بنفسك مع أحمد سامي. طيب دلوقتي احنا وقفنا في الحلقات اللي فاتت عن التقطيع وتسريع الصوت والكلام ده كله. افتراضيا انت خلصت الفيديو بتاعك، ولكن الصوت مثلا مش عاجبك، مش مريحك، في عايز تضيف شوية ساوند افكت، عايز تعمل الافكت بتاع الصوت، بيجي بكل بساطة من الخانة دي افكتس. تمام، عندك ادي الساوند الخاصة بالصوت، انت بتختار الساوند اللي يعجبك وبتعمله. عايز تعمل ايكو صدى صوت مثلا، تعال نعمل ايكو في الفيديو ده. بكل بساطة هتيجي عند الايكو دي، ظهرت العلامة اي اختصار ايكو، بتدوس عليها بيظهر لك في البروبرتيز دي الايكو بتاعك انت عايزه ازاي. التايم تبدأ بقى تتحكم انت في الخانات دي، الميكس قد ايه عشان تختار انسب ايكو يناسبك. يعني مثلا تعال نبدأ من هنا ونسمع مع بعض. سامع الايكو؟ تمام. دلوقتي انا عايز اتحكم في الميكس ده واقلله، عايز اتحكم في التايم بتاع الايكو ان هو ما يعملش ايكو بشكل كبير اهو. بالظبط، سامع؟ ده ايكو الافراح. ايوه، هنا هنا وكده بقى. المهم طيب ده الايكو اللي انت بتحطه على الفيديو. نفس الموضوع، الايكو ده مثلا مش عاجبك، بتقوم داس عليه كليك يمين وريموف افكت، شلت الافكت، كل حاجه رجعت لصوتها الطبيعي. عندك برضو ادي ايكو تاني، كومبريسر، ايكولايزر، ديوريشن، والحاجات دي كلها. العب في الايكو هنا في الافكت بتاع الايكو، هيديك حاجات كتيرة جدا للصوت. يعني عندك مثلا ده الروبوت، لو عايز تخلي هنا في صوت روبوت، وادي الايكو شغل. اه بالظبط، انا اصبحت اي روبوت. ايه ده تأثير الروبوتايزيشن، انك تعمل روبوت للفيديو بتاعك من هنا، وبتتحكم برضو في الروبوت عايزه بقى على حسب بقى. يعني انت بتختار تفضل بقى تلعب انت في الحاجات دي لحد ما تختار انسب صوت يناسب الافكت اللي انت عايز تعمله. التأثير الصوتي نجيبه من خانة افكتس مرة تاني، ونجيبه من الديلايز. طب انا هشيل التأثير الصوتي ده خالص، ريموف افكت. افتراضيا وانا بسجل فيديو، انا مش عايز الصوت اصلا الاصلي بتاع الفيديو يظهر، يعني انا الفيديو ده مش عاجبني صوته. خد بالك من حاجة مهمة جدا، لما تحب تعمل تأثير الصوت، لما نعمل كده مثلا ونشوف من هنا فوليوم، مش هقدر ان انا اعمل ريسيت للفوليوم. اي افكت هتجيبه من هنا، ده افكت هيتطبق يا اما على الفيديو بالكامل، يا اما على اول واخر الفيديو فقط لا غير. بينما الافكتات اللي انت عايز تعملها في منتصف الفيديو، فتقدر تعملها بكل بساطه من خلال البروبرتيز دي. ازاي؟ انا دلوقتي عايز الصوت، يعني هرجع الفيديو من اوله خالص، هروح من هنا هيجيب لي اول الفيديو صفر. فانا الفيديو ده البروبرتيز بتاعته ظهرت، بجيب هنا كلمه فوليوم، ده الصوت، انا مش عاجبني الصوت ده وعايز الغيه، بكل بساطه بنزله لصفر وبشغل، مش هتلاقي فيه اصلا صوت. شايف؟ مفيش اي صوت. تمام، دلوقتي انا عايز الصوت مثلا من هنا، وعايز اخليه يظهر من اول هنا، هقوم موقف الفيديو هنا، وهقوم جاي في الحته دي بقول له مثلا الفوليوم يطلع بنسبه 50%. ده معناه ان الفوليوم، بص ركز معايا في خانه الفوليوم دي، ده معناه ان الفوليوم هيبدا من هنا لحد ما يوصل للنقطه دي، هيبدا خفيف 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 ويطلع معاك. طب انا عايز اتجنب نقطه خفيف خفيف دي، وعايز اخليه يوصل دايما ل 50%، يعني مش عايز يفضل خفيف خفيف، اعمل ايه؟ في الحاله دي باجي قبل نقطه معينه وبثبت الصوت في زي ما انا عايز. انا هعمل مثلا كنترول زد عشان الغي التاثير ده. هاجي مثلا هنا، انا عندي الصوت صفر صح؟ طيب هاجي هنا وهعمل حاجه اسمها انسرت كي فريم. ايه انسرت كي فريم؟ هي دي نقطه معينه انا عايز احط عليها افكت، بغض النظر نوع الافكت ايه. هاجي عند الفوليوم دي وادوس كليك يمين، وهيظهر لي انسرت كي فريم، هدوس عليها. ده معناه ان انت لو تلاحظ قبل النقطه دي كل حاجه صفر زي ما هي، بعد النقطه دي كل حاجه صفر. تمام، انا عايز بقى الصوت يبدا من هنا لحد هنا يوصل ل 50%، اعمل ايه؟ هقوم جاي وقفت هنا، هقوم جاي رافع الصوت ل 50%.
بص كده معايا هتلاقي بقى تأثير الكي فريم عمل ايه، فضلت كل ده زيرو مفيش فيها اي حاجة بتتأثر، وبعد كده من هنا هتطلع ل 50%. انا عايز اثبت الصوت لحد هنا بنسبة 50%، هاجي هنا ومعامل انسرت كي فريم من غير ما اغير القيمة اللي انا عايز اثبت عليها. بص هتلاقي عندي القيمة ثابتة ثابتة هنا بتتغير، هاجي بعد كده هنا انا عايز اوصل بقى الصوت ليطلع ل 100%. كده خلاص كده الصوت يفضل 100% لحد نهاية الفيديو. كده انا عملت 4 تأثيرات صوتية بتتحكم في موضوع الصوت وارتفاع وانخفاض الصوت. اسمع معايا الصوت مفيش اي تأثير لحد دلوقتي ظهر، بس لما نبدأ نوصل من هنا هنلاقي الصوت بيرتفع بالتدريج. بدأت تسمع المصطلح استخدم سمع بالتدريج الصوت عمال يعلى وحتى هنا بيبان مثلا هي مش جديده يعني. قريت مثلا عن الصوت ثابت 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 ما ظهرتش عندك اسئله ايه فايده في الكلام ده كله، بعد كده يبدا الصوت يعلى مره تاني ضغط اللي احنا بنعمله وهكذا. ده التأثير الصوتي اللي انت تقدر تعمله على الفيديو. للمعلومة التأثير ده مش على الفيديو فقط لا غير، انت تقدر تعمل نفس التأثير من على الصوت. يعني على سبيل المثال ادي عندك ملف صوتي انت عايز بقى تخليه يبقى فيه انتر اكشن مع الفيديو، الخلفية الصوتية اللي انت بتحطها نفس الموضوع. هترجع برضو للاول، تجنب ان انت تحط اي تأثير وعلامة التنصيص دي في النص، لان هي هتحط التأثير ده في المكان اللي في النص فقط لا غير. فعشان كده لما تيجي تعمل اي بروبرتيز تأثير اعملها، لو انت عايز تعملها على الفيديو كامل او على الاوديو كامل اعملها والعلامة دي في اول الفيديو نفسه. افتراضيا مثلا ان انا عايز اعمل التأثير ده ولكن الفيديو في النص مش في الاول، بجيب ده انا كده وبمسك الفيديو كده وبتحرك واحدة واحدة، اوقف بس دي وبتحرك واحدة واحدة لحد ما علامة المجنيت المغناطيس شايف لزقت كده حرفيا بقى في الاول، اقدر اروح بقى هنا واعمل التأثيرات بتاعتي اللي انا عايزها من البروبرتيز. طيب نرجع كل حاجة لأصلها كنترول زد. طيب نرجع بقى للتأثير بتاعنا على الصوت ده. لو انا رجعت من الاول وشغلت فسمع انا عندي الموسيقى عالية، ولكن انا مش عايز الموسيقى تبقى عالية، انا الموسيقى تبقى هادية في الخلفية. اعملها ازاي؟ هوقف هرجع للاول ونفس الفكرة بالظبط، بتبدأ تتحكم في الفوليوم ده لحد ما تسمع بس نغمة الموسيقى اللي انت شايفها مناسبة للفيديو بتاعك، بحيث لما تعمل فيديو لو انت عايز تشرح شيء معين ومش عايز الموسيقى تزعج الناس فبتحاول تخليها خفيفة في الخلفية، او لو انت بتعمل مثلا فيديوهات تانية وعايز تخلي الموسيقى حماسية وعايز تتحكم فيها. طيب ممكن تتحكم في النقطة دي ازاي؟ هنرجع ريسيت، هنرجع كل حاجة لأصلها، وهاجي هنا وهقول له ديسبلاي. ديسبلاي ده هيعرض لك شكل الفيديو، الثامبنلز اللي انت شايفه ده هو اللي بيعرض الصوره اللي انت شايفها، ولكن انت في الاوديو يفضل تعرض الويف فورم. الويف فورم ده على الاقل هيوريك فين الاماكن اللي الصوت فيها بيعلى قوي وفين الاماكن اللي الصوت فيها بينزل قوي، فبالتالي تقدر تعمل تاثيراتك. يعني انت عايز تثبت الفيديو تقوم مثلا جاي هنا وهتقوم جاي بكل بساطه في الفوليوم وعامل التاثير ده بحيث يقلل الفيديو شوية الصوت، هتقوم جاي مكمل هنا كده مثلا وتخليه كل ده لحد هنا بنفس التأثير. لو عملنا insert keyframe هيفضل ده تأثيره 30%، وتكمل مثلا هنا، ولو انت عايز مثلا ترفع الصوت شوية صغيرة هترفعه هنا وهكذا، عايز تخليه لحد هنا هتقوم مثبته تأثير في 50%. انت بتبدأ تتحكم في انه مكان في الاوديو بتاعك عايز الصوت عالي او عايز الصوت واطي. افتراضيا انت عايز تشيل الكي فريمز دي، بتروح بتتحرك وبتروح للكي فريم نفسها لحد ما تقف عليها بالماوس، وبعد كده بتروح هنا وتقول له ريموف كي فريم شالها، وجرب تاني ريموف كي فريم شال الاخيره. يعني كل ما تعمل ريموف كي فريم هيبدا يشيل الكي فريمز اللي انت عملتها، كده اصبح عندك الفيديو اصلي الاوديو اصلي. سامع كل حاجه تمام؟ ماشي، تعالى بقى نعمل التاثير بتاع الاوديو ده، ان احنا نخلي الاوديو خفيف خفيف في الخلفيه ما بيبانش. هاجي هنا وانزله مثلا ل قول 15، طيب شغلت الصوت ظهر خفيف، ده معناه ان طول الفيديو هيفضل الصوت دايما 9.
وده هينفعك انت عشان تحط الخلفيات الموسيقية الخفيفة دي في فيديوهاتك او الموسيقى اللي انت بتختارها. ولكن نصيحة ليك، لو هتستخدم اي موسيقى في الفيديو بتاعك حاول تجيب موسيقى ما تكونش مدفوعة، ما تكونش بفلوس، علشان خاطر لو انت ترفع الفيديو بتاعك على يوتيوب او على فيسبوك في حاجة اسمها كوبي رايت، في حق الشخص اللي عمل الموسيقى دي. فده لو انت مستقبليا عايز تخلي الفيديو بتاعك تكسب عليه فلوس، ما تخليش عليه اي حاجة ليها كوبي رايت، حاول تجيب حاجات اللي هي الاوبن سورس، مفتوحة المصدر. هسيب لكم لينك في صندوق الوصف لمكان انا بجيب منه الموسيقى بتاعتي، تقدر تجيب منه الموسيقى المجانية سواء من على اليوتيوب او سواء من الموقع الخارجي. دي حلقة كانت عن ازاي نعمل التأثيرات الصوتية اللي احنا عايزينها من خلال الافكتس على الفيديو او من خلال الاوديو نفسه لو حابب تتحكم في حركة الصوت، ارتفاعه وانخفاضه والكلام ده كله. نشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية عشان نكمل باقي التأثيرات بتاعنا مع نفذ مونتاج فيديوهاتك بنفسك مع احمد سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.